في نقاط مهمة من الفيديو خلينا نكتبها. أول نقطة كانت الانترميتنس، مش هيك؟ الانترميتنس هو خصيصة من أي مصدر من المصادر؟ الرينيوبل. هي الـ variability. مش مشكلة بس الـ variability، unpredictability، ما بقدر أعرف إمتى. لو أنا بعرف كيف رح يتغير بقدر أتنبأ فيه، مظبوط، بس أنا صعب أتنبأ فيه. فهو variability. والكلمة الثانية ايش؟ الكلمة الثانية stability. ايش اهم خصيصة من خصائص السيستم اللي بتقول لي انه هذا السيستم stable؟ demand supply. ممتاز. اذا stability of the grid happens when supply matches demand. هذا شو بيأدي؟ شو البارامتر اللي بيدلني انه هذا السيستم ستيبل؟ مثلا انا هون عرفته هذا اكزامبل، اوكي، انه هو 50 بلس ماينس مثلا 1 بالالف من الهرتز. انا اذا ضليت هون انا بعتبر انه سيستم ستيبل. شو في كلمات ثانيه كمان؟ كيرتينمنت. ايش هو الكيرتينمنت؟ انستركشن، بروح من انستركشن من الديسباتشنج تبع الشبكه او اللي بنظم الشبكه للرينيوبل ريسورسز انه يخفف من التوليد لانه ما في له حاجه. كيرتينمنت اوف request from the grid operator. مين الجريد اوبريتر عندنا؟ نبكو مثلا. to reduce production. وإيش الكلمة الأخيرة اللي هون كانت؟ speed of response. speed of response السرعة اللي بيقدر يستجيب فيها هذا الريسورس ويبدا يولد طاقة كهربائية. وآخر شيء انيرشا. is the sum of all rotating inertias. هدول ميكانيكال، شيء ميكانيكال،
وين موجودة هاي مثلاً؟ الجنريتر والستيم تربان، ما هم أشياء بتلف مش هيك؟ في إلها إنيرشا، الإنيرشا وحدتها كيلو جرام متر سكوير. بتقول لي قديش هذا السيستم فيه ماسز عمالها بتلف حوالين الأكسس تبعه؟ الرمز تبعها بنستعمله آي عادة، ووحدتها بتكون كيلو جرام متر سكوير. كل ما زادت هاي الانيرشا تعطيني استابيليتي. كيف يعني تعطيني استابيليتي؟ لو زاد اللود ما بتنزل الفريكونسي بسرعة، يعني نزول الفريكونسي بيصير أبطأ في حالة كل ما كان عندي انيرشا أكثر بالسيستم. مين اللي بزيد الانيرشا بالسيستم؟ شو الأشياء مثلا اللي ممكن تزيد الانيرشا بالسيستم؟ ستيم تيرباين، غاز تيرباين. شو الأشياء اللي بتقلل من الانيرشا اللي بالسيستم؟ بي في. تمام؟ بس اسمح لك مثلا الويندو تكون من اعاده حضاريه. جيد، سؤال.